حصيلة لأهم أخبار السويد من شبكة الكومبس، أهلا بكم. أعداد طالبي اللجوء الراغبين في مغادرة البلاد والعودة الطوعية من السويد إلى بلدانهم الأصلية تزداد بشكل كبير، كما تزداد تكاليفهم خلال العام الماضي بمقدار 10 أضعاف عما كانت عليه خلال عام 2014-2015. وقد شكل العراقيون والأفغان النسبة الأكبر بين طالبي اللجوء الذين قرروا سحب طلباتهم والعودة إلى بلدانهم. طبعا مصلحة الهجرة تدفع للشخص البالغ تقريبا 30,000 كرون، فيما يحصل الطفل الواحد على مبلغ 15,000 كرون سويدي. من ناحيته وزير الهجرة والعدل مورغان يوهانسون يتحدث عن موضوع دفع التعويضات للراغبين بالعودة الطوعية للبلاد بالقول إن الكثير من الأشخاص الذين وصلوا إلى السويد خسروا قسما كبيرا من مواردهم أو وصلوا إلى البلاد مفلسين، وإن منحهم ما يسهل عليهم بدء حياتهم في بلدانهم الأصلية من جديد له أسباب إنسانية. وعن الدوافع التي جعلت الكثير من اللاجئين يسحبون طلبات لجوئهم ويقررون العودة إلى بلدانهم الأصلية، قال يوهانسون إن العديد من الأشخاص الذين جاءوا إلى السويد استندوا بذلك على تصورات بأنه من السهل الحصول على اللجوء في هذا البلد. البعض من مهربي البشر أشاع بينهم ذلك بهدف خداع الناس بأن القوانين السويدية أكثر ليبرالية مما هي عليه في الحقيقة، وفقا للوزير السويدي. في شأن آخر، وبمناسبة نشرها تقريرا يتضمن تحليلا شاملا لتدابير مكافحة الإرهاب في 14 بلدا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قالت منظمة العفو الدولية إن القوانين الجديدة الكاسحة كما وصفتها تدفع بأوروبا نحو الدخول في حالة عميقة وخطيرة من إطفاء الطابع الأمني على الدولة. منظمة العفو الدولية حذرت من التحول الجذري الذي تشهده أوروبا فيما يتعلق بخرق حقوق الإنسان، ويتضح أن ذوي الخلفيات الأجنبية والأقليات العرقية والدينية هي الأكثر تضررا من هذه القوانين. أحزاب كتلة تحالف يمين الوسط المعارضة في السويد تقترح تمديد فترة التعليم الإلزامي للوافدين الجدد إلى ما بعد سن 16 عاما، وذلك لتسهيل الفرص أمام المزيد منهم في تلبية متطلبات الكفاءة. كما يريد التحالف المعارض زيادة رواتب نحو 1500 معلم ومعلمة في ضواحي المدن التي تعيش فيها غالبية من ذوي الدخل المحدود بقيمة 10,000 كرون إضافية كل شهر. أيضا في أخبار هذه النشرة، نشرت صحيفة أفتون بولادت مقالا صباح اليوم قالت فيه إن الملك السويدي غوستاف 13 هو من يقرر الشخصيات التي ستسكن في 350 شقة في مناطق مختلفة من وسط العاصمة السويدية ستوكهولم، مثل المدينة القديمة معروفة بكانغستان، وذلك من دون اضطرار أصحابها إلى الوقوف في طابور الانتظار. الصحيفة قالت أيضا إنه من الصعب تأجير شقة في وسط العاصمة ستوكهولم إذا لم يكن المرء على معرفة بالملك حسب قولها. وكانت مجلة سكوب قد كشفت عن عدد من أسماء الشخصيات المشهورة التي اختارها الملك للسكن في تلك الشقق، كما ذكرت أن تكلفة إيجار شقة بمساحة 153 متر مربع قد تبلغ 12,761 كرون شهريا فقط. أخيرا، تقرير بثه تلفزيون السويدي يوضح أن شخصا من أصل كل 5 أشخاص من المحكومين عليهم بالسجن مدى الحياة يعودون إلى ارتكاب الجريمة مجددا بعد قضاء عقوبتهم. وبحسب المعلومات التي جاءت في التقرير، فإن المزيد من الأشخاص يحكمون بعقوبة السجن المؤبد. في الوقت نفسه يتقدم الكثير من المحكومين بطلبات لإطلاق سراحهم، وقد عاود 20% من الأشخاص الذين طبعا أطلق سراحهم بعد ذلك وبعد قضاء عقوبتهم خلال السنوات الماضية إلى ارتكاب الجريمة
مجددا. نهاية النشرة، إلى اللقاء.